عدم التواصل يعني لماذا هو موجود؟ ايه اللي بيمنع ان يبقى فيه تواصل؟ وهذا التواصل واجب يعني ليس رفاهية يعني. والله احنا اقترحنا ان يكون في حد ممثل في كل وزارة للتواصل. أيوة. يعني يبقى عارف مثلا الوزارة دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، او يبقى في وزارة للتواصل تربط كل المجهودات دي كلها مع بعض. لكن ما ينفعش دول يبقوا في مكان ودول يبقوا في مكان، ودي مشكلة الحقيقة لامسينها كتير جدا في المناقشات. فدي مشكلة لازم ناخد بالها في البحث. لماذا لا تحل؟ احنا بنرن الجرس فندعو إحنا الله، احنا اللي هم اللي هو لجنة التعليم في مجلس الشيوخ. لجنة التعليم في مجلس الشيوخ. حضرتك نائبة هذه اللجنة. انا وكيلة اللجنة. الوكيلة. أيوة. أيوة. وعملنا توصية ان لازم يكون في تواصل بين الـ الوزارات كلها، لان والمراكز البحثية كمان. وطبعا هي طب بمناسبة المراكز البحثية، يعني اين تذهب الدراسات والابحاث العلمية؟ ما هو ده السؤال، هو ده السؤال. يعني في ابتدى دلوقتي في الجامعات يعملوا حاضنات لانها تاخد المشاريع وتحولها الى تصنيع، لكن مش كفايه، في ابحاث كتير جدا 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 محتاجين ان احنا نطبقها على ارض الواقع. ومش بس الابحاث، احنا محتاجين نعين مشاكل قوميه يشتغل عليها البحث العلمي السنه دي مثلا. يعني السنة دي احنا عندنا مشكلة في الأغذية، يبقى احنا نشتغل على الغذاء، نشتغل على الزراعة، نشتغل على السلالات الحيوانية، نشتغل يعني كل سنة لازم نعمل لنا هدف وطني نشتغل عليه كلنا. ما يبقاش كل مركز كده ماشي لوحده. ودي برضو نقطة مهمة احنا أثرناها جدا في مجلس الشيوخ. يعني حضرتك دلوقتي ذكرتي الحقيقة شيء مهم جدا جدا، ان في عندنا مشاكل لا تطرح. صحيح، لا تطرح في الوزارات، لا تطرح بين الأماكن البحثية، لا تطرح مثلا بين الوزراء نفسهم المنوط بيهم هذه المشكلة. قوليلي إيه السبب في أن مصر لا تنتج البذور والتقاوي مثلا، ومصر بلد زراعية؟ لماذا؟ ده سؤال كبير. أنا مش عارفاه. إحنا عندنا موضوع هنناقشه عن التصدير الفواكه والخضروات، لكن قبل ما نتكلم في التصدير نتكلم الأول في الزراعة. إحنا ليه لا ننتج البذور بتاعتنا؟ سؤال مهم ومحتاج إجابة من وزارة الزراعة، من مركز البحوث الزراعية. يعني معظم البذور بنستوردها من الخارج؟ 98%. طب فإن توقف هذا الاستيراد ماذا سنفعل؟ هنتوقف عن الزراعة. يعني حضرتك العالم مشتعل، ما تعرفيش بكرة يحصل إيه، هنا فين إيه. إحنا ليه ما بننتجش أكلنا وما ننتجش سلالاتنا وما ننتجش حاجات المناسبة للمناخ بتاعنا والمناسبة لظروفنا؟ سؤال مهم للبحث العلمي والسيد وزير التعليم والبحث العلمي. لو اتكلمنا عن التعليم الطبي بقى بشكل عام في مصر، كيف ترين الآن التعليم الطبي في مصر؟ الحقيقة التعليم الطبي بدأ في خطوة لتطويره من سنة 2018. إزاي؟ احنا زمان كان التعليم الطبي 5 سنين وسنة تدريبية، وبعدين ابتدينا نعمل خطوة تانية للأمام عشان نواكب النظام التعليم الطبي في أنحاء العالم. إن إحنا نعمل تعليم مدمج. يعني إيه تعليم مدمج؟ يعني زمان كان الطالب يدرس مثلا وظائف الأعضاء لوحدها، التشريح لوحده، الأدوية لوحدها، وبعدين لما يروح ده يقعد يدرسهم سنة أولى وتانية وتالتة، ويما يروح سنة رابعة يبتدي يرجع تاني للي فات عشان يرتب الرابعة وخمسة. بقى ده بيشوف حالات وبيشوف عيانين فيبتدي يرجع تاني، فبيبقى فيها صعوبة في إن هو يرجع. التعليم الحديث ونظريات التعليم الحديث كلها قائمة على التعليم المدمج. يعني الطالب لما يدرس الجهاز الهضمي وهو في سنة أولى يدرس كل حاجة، يدرس التشريح، يدرس وظائف الأعضاء، يدرس الأدوية، يدرس الـ 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 الأمراض بتاعة الجهاز الهضمي، يدرس يشوف عيانين من سنة أولى. ودي كانت ده كان التحدي بتاعنا من الأول في من 2018، لأنه كان لازم يشوف عيانين. ليه؟ أولا بيعمل علاقة مع العيان وما بيخافش منه، ثانيا بيربط كل العلوم مع بعض، ثالثا بنشيل الحشو اللي ملوش لازمة اللي كان بيدرس في كل مادة لوحدها. فاستعدنا على دي أولا في
طلبة بيروحوا المستشفيات من طبعا من سنة أولى، لكن جنبها كان في حاجة اسمها معامل مهارات. يعني إيه معامل مهارات؟ معمل فيه مانيكانات زي البني آدمين، وفيها قلب بيدق زي البني آدمين، وفيها رحم، وفيها أطفال عشان يولد، وفيها كل حاجة بالظبط محاكاة. المعامل دي غالية جدا جدا، لكن الحقيقة وأشهد بذلك إن الحكومة وفرت معامل كتير جدا في جامعات حكومية كتير جدا. تقريبا كل كلية طب حكومية دلوقتي فيها معامل المهارات دي. فالطالب من أول سنة أولى ياخد الوحدة على بعضها، جهاز الهضمي على بعضه، جهاز تنفسي على بعضه، ويروح المعمل المهارات، يسمع صوت النفس، يسمع صوت الكحة، يسمع صوت الصدر، وبعدين يروح في المستشفى يقعد مع العيان يتكلم معاه، ياخد منه هيستوري وأعراض هو بيعملها، فيربط الموضوع مع بعض، ويدرس كمان العلوم الإنسانية، إزاي يتعلم يتكلم مع العيان، إزاي يتعامل معاه، إزاي يقول له مرض إن أنت عندك لا قدر الله حاجة وحشة، إزاي يقول له الموضوع ده. يعني هذه المسائل موجودة أم لا احنا عملناها؟ لا موجودة. لا هو بدأ تطبيقها في مصر من 2018 في كل الجامعات، في كل كليات طب مصر.